هكمل بس مع حضرتك. اتفضل. مساء الخير، معايا مداخلة جميلة جدا من الفنان الحبيبي عمرو يسري. كل سنة وانت طيب. مساء الخير يا روبير، وانت طيب يا جميل، وعيد سعيد علينا جميعا. لما بيقول لي الفنان عمرو يسري على التليفون، الصراحة يعني انا بجد بحبك قوي قوي قوي، ويعني حبيت اقول لك كل سنة طيب على الهوا. ومعايا الجميل سعيد ابو زيد والجميله مريم الحسيني، بيعيدوا عليك. انت قصدك النجم سعيد ابو زيد. النجم يا قلبي. سعيد من المطربين الجامدين جدا اللي هيكون ليهم شأن في المستقبل باذن الله. حبيبي يعني ما يتخيرش عنك كمذيع يا روبير، لكن هو في مجال الغنى هو معلم واسطه، وبيعرف يقرا الناس كويس جدا. انا حضرت له حفلات كتير جدا، وعلى ضوء الناس والجست اللي بيبقى موجود قدامه بيختار وينتقي الاغاني اللي تليق على المكان وتليق على الجست اللي موجود. فعشان كده انا من عشاق سعيد ابو زيد، لان ده اخويا الصغير. حبيبي، ودي شهاده جميله من فنان جميل زي حضرتك. يعني انك برضو بتشيد وبتقول لي النجم، وبعدين خد بالك، هو انا كنت الاول بقول له يا نجم، وبعدين احنا بقالنا داخلين في اكتر من ساعه وربع، فخدنا على بعض. يعني انا بقول له يا سعيد حاف كده من غير سندوتش. أنا طبعا يعني معلش، هو الخط بيقطع شوية فأنا مش سامع الكلام بتاعكو، لكن أنا يعني بتفرج قدامي فأنا شايف سعيد منور الدنيا، وأنت يا روبير سعيد يعني بجد منور الدنيا. وحلقاتك أنا متابعها من الوقت للتاني، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة مفتخرة، ومكانك أعلى وأكتر من كده يا روبير. بجد أنا انبسطت للمداخلة ديت، وعايز أقول لك يعني إن سعيد ده إن شاء الله هيكون له مستقبل في الفترة اللي جاية، لأنه بجد إنسان مكافح وبيجري ورا فنه بشكل لا تتخيله، فربنا يوفقه باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. ربنا يخليك يا حبيب قلبي يا رب. شكرا شكرا لحضرتك يا حبيبي، وكل سنه وانت طيب. على خير، اشوفكم على خير يا روبير، كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه وعلى كل الناس كلها يا حبيبي. وعليك احلى عموره في الدنيا كلها. تسلم يا حبيبي. سلام سلام يا عم. سلام.